مشاهدينا، إذن حركة الأسواق العالمية وتأثير رفع معدلات الفائدة عليها نناقش مع السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. نرحب بك معنا رائد. يعني الحدث الأكبر الذي لربما يؤثر على العالم بأكمله هو رفع معدلات الفائدة الأمريكية يوم السابق، سيكون له أثر على الكثير من معطيات الاقتصاد، على الشركات، على الاقتصادات العالمية. ولكن دعنا نبتدأ بالدولار الأمريكي، توقعات الارتفاعات التي لربما سنشاهدها مستقبلا وتأثيرها أيضا على السياسات الاقتصادية في أمريكا. بالتأكيد يوم أمس كان متوقع بشكل كبير أن يتم رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل، ولكن مع ذلك استفاد الدولار الأمريكي لأنه كان في موجة تراجع وانخفاض سابقة لقرار رفع أسعار الفائدة، وكأنه صعد إلى هبط إلى القاع ومن ثم انتفض انتفاضة عوضت كل الانخفاضات وزاد عن يعني عوض الخسائر الماضية وزاد عنها. وممكن أن يتابع المسيرة بالارتفاع مجددا، كونه يعني الفيدرالي بقراره يوم أمس بدد كل المخاوف من حول السياسة النقدية وحول توجه تشديد السياسة النقدية، وجانت يلين في خطابها يوم أمس يعني خففت من كل الإشارات السلبية التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي، شددت على قوة سوق العمل. كل ذلك طبعا سيفيد الدولار الأمريكي بشكل أكبر، وأعتقد بلا شك أسواق الأسهم إجمالا الأمريكية سوف تبقى في أداء إيجابي، كونه جانت يلين بررت أو تحدثت يوم أمس على أن أداء الاقتصاد بمجمل هو في وضع إيجابي، وإضافة لا يزال ينتظر ما ستقدمه إدارة ترامب الجديدة، فأسواق الأسهم ممكن أنه تعود مجددا للارتفاع تأثير الانخفاض اللي شفناه يوم أمس وبنتيجة قوة الدولار الأمريكي والتوجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر. نعم، لكن التأثيرات السلبية ليس فقط على سوق الاقتراض وعمل البنوك والمصارف التي ما باتت أن انتعشت وسجلت لدينا مكاسب حتى في نتائجها المالية، القدرة الائتمانية أو الطلب، أنت تعلم الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا معتمد كثيرا على الاقتراض، يعني لا يعتمدوا على ادخار وغيره، هو سوق قائم على الاقتراض. هل سيؤثر ذلك على الطلب على القروض؟ لا تنسى أنه حتى بدأت لدينا البنوك المركزية هنا في المنطقة تجار الفيدرالي في قراراته، وربما هذا أيضا سيضعف الطلب على الاقتراض إلى درجة ما. في بما يتعلق بسوق الاقتراض في الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث عن تحسن. أولا، لم يتقدم الفيدرال الأمريكي أو لم يقدم على رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل حتى وجد أن هناك تعافي في وتيرة الأجور، هناك تعافي في سوق العمل، هناك في مقدرة عند الأفراد على الاقتراض حتى بمعدلات فائدة مرتفعة بعض الشيء أو أعلى. ولا ننسى تخفيض في ميزانية الفيدرال الأمريكي الذي يقوم على بيع السندات والذي سوف يحرر لدى البنوك بعض الاحتياطيات النقدية المفروضة عليها لدى الفيدرالي إجمالا، وسوف يعطي خدمات ائتمانية أو تسهيلات ائتمانية أكبر بذلك البنوك في الوقت الحالي. فيعني بمعنى آخر، الوضع الراهن رفع أسعار الفائدة بالشكل الحالي لا يزال بعيد جدا عما كانت عليه الأسواق قبل الأزمة المالية العالمية، كانت 5.25% مستويات أسعار الفائدة، والآن نتحدث عن 1.25% مع كل هذا التعافي الذي شهده الاقتصاد بعد موجة كبيرة. فبالتالي الاقتراض اللي نحن عم نتحدث عن الاقتراض الأفراد بهدف الاستهلاك حتى الآن لا يعتبر هو العائق أمامهم أو لن يمثل عائق في الفترة الحالية عند مستويات أسعار الفائدة الحالية وفي وتيرة النمو الموجودة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. أو هل من الممكن أن يؤثر على اقتراض الشركات، يعني بغض النظر عن اقتراض الأفراد، هل ممكن يؤثر على اقتراض الشركات وأيضا على آلية التحوط؟ اقتراض الشركات مرتبط أكبر بالسياسة الجديدة المنتهجة وما هي الأجندات التي سوف تطبق على أرض الواقع من الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك يحتاج هل ستقوم بسياسات توسعية وبالتالي الفرصة الموجودة أمامها تحتمل إمكانية الاقتراض بمعدلات الفائدة الحالية وبالتالي سوف يتسعون بالاقتراض أو بهدف التوسع في الإنتاج أو بهدف توسيع دائرة النشاط. طبعا حتى الآن لم نرى من السياسة الجديدة إلا السياسات الحمائية من ترامب وإدارته الجديدة، الإنفاق على البنى التحتية
وما يتعلق بقانون الضرائب وما يتعلق بالأمور الأخرى المحفزة للشركات للتوجه بهدف التوسيع وبالتالي الاعتماد على الاقتراض، حتى الآن لم تأخذ الشكل الواضح المطلوب حتى يكون لدى الشركات هذه الرغبة بالاقتراض بهدف زيادة الإنتاجية أو بهدف التوسع. وهل بالتالي ستأثر أيضا تؤثر على آلية التحوط لديها؟ طبعا بلا شك، حتى بهذه اللحظة سوف يكون كيفية الاعتماد على ميزان السيولة بالنسبة لهذه الشركات وما هو مقدار الديون التي تترتب عليها من ناحية القروض التي سوف تقوم تتكبد بها الشركات في الوقت الراهن. هناك نوع من التحوطية اللي نحن عم نشوفها حاليا حتى عند أداء الشركات للتأكد والوقوف تماما على الرؤية الأوضح للأسواق الأمريكية بمرور أو بتمرير نظام الضرائب الجديد وغير ذلك من الأمور المحفزة لنشاط الشركات حتى تكون أكثر تيسيرية أو تسهيلية. الشركات نفسها تتجه نحو اتخاذ الريسك أو اتخاذ المخاطر مقابل العائد الأعلى. نعود إلى آسيا، كنا حتى الأمس وقبل قرار الفدرالي نتحدث إنه ما الذي ستواجه الأسواق الآسيوية سواء كان من قرارات في السياسة المالية أو حتى النقدية لتواجه الفجوة التي تتسع بين قرارات بالتيسير كمي وقرارات أو قرارات تيسيرية مقابل قرارات تشديدية. إلى أي حد ممكن تتضرر الاقتصادات الآسيوية من ذلك؟ طبعا بمثل هذه القرارات، قرار السياسة النقدية اللي نحن عم نشوفه رفع أسعار الفائدة، بلا شك ذلك يشكل ضغط على الأسواق الآسيوية إجمالا، الأسواق حتى الناشئة إجمالا emerging markets ممكن تتأثر بهذا التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أمانا في الولايات المتحدة الأمريكية ومعدل الفائدة الأعلى، وبالتالي يتأثر رأس المال إجمالا. وبما يتعلق ب سعر الصرف خلينا نقول قوة الدولار الأمريكي على حساب العملات الآسيوية ممكن ذلك يؤثر بعض الشيء. نقطة إضافية اللي هي هذه الفجوة في السياسات النقدية اللي عم نشهدها حاليا فعلا تشكل نوع من التهديد على الاستثمارات في المنطقة الآسيوية، في منطقة يعني نتحدث على سبيل المثال ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين الذي يواجه صعوبة في يعني دحض كل ما يتعلق بالتباطؤ في النمو الذي يشهده الاقتصاد فعليا مع تراجع أسعار النفط اللي نحن نشوفها حاليا، مع تراجع قراءات البي ام اي وتضاربها أحيانا مؤشرات مديري المشتريات أو مؤشرات التضخم. هذا يعطي ضغط أكبر على الاقتصاد الآسيوي في الوقت الحالي للوقوف بشكل أقوى خلينا نقول أمام الاقتصاد الأمريكي الذي يظهر علامات التعافي، والسياسة النقدية تبع الخاصة به تقوم أيضا على تأكيد هذا التعافي. نعم، ونشكرك جزيل الشكر ضيفنا في الاستوديو السيد رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.